أهلا بكم في المرحلة الثالثة، ودي بعد ما الخميرة بتاعة الفيش بتاعتنا خمرت زي ما احنا شايفين ما شاء الله. وهنبتدي نحطها عندنا هنا، جايبين 1/2 كيلو لبن وكيلو سمنة و2 كيلو دقيق، وهنحط برضو سكر. حطينا طبعا السمنة هيت على اللبن، وهنحط سكر دي حوالي 2 معلقة سكر، وهنبتدي نحط الخميرة بتاعتنا بتاعت الفيش. وزي ما احنا شفنا بتبقى كمية صغيرة ان شاء الله. بسم الله. بعد ما حطينا الخميرة هنبتدي نحط احنا كمان كياس الدقيق بتاعتنا، وهنبتدي ان احنا نعجنهم. ونبتدي ان احنا بعد كده نعجن 2 كيلو بتاعتنا. ان شاء الله برضو بعد ما تخمر هوريها لكم ان هي ازاي عليت ما شاء الله. برضو دي احلى حاجة ان هي بتبقى في الصيف، في الصيف هي اللي بتخمر العجين وبتخلي العجين بتاعنا بيخمر ما شاء الله بسرعة. طبعا في الشتاء بنحتاج حاجة كتير عشان خاطر ندف بيها الخميرة، عشان بتبقى كذا مرحلة، ودي بتبقى هي ديت الخميرة الصحيحة معانا اللي انا بوريها لكم عشان تقدروا تعملوها في البيت. نبتدي نعجن. انا بوريها لكم مباشرة عشان خاطر تعرفوا تعملوا زيها، او اللي حابة ان هي تقدر تعمل خميرة الفايز. وده معانا الكركم بتاعنا، بنضيفه طبعا على الخميرة بتاعتنا، شوية مية. وزي ما احنا شايفين كده حطينا برضو حبة مية، يعني تبقى قليلين على قد الايد كده، وديت عشان خاطر العجينة تقيلة، فبنحاول ان احنا تبقى قوامها كويس معنا متوسط. فبنبتدي ان احنا واحدة واحدة تدريجيا، دي حبة مية صغيرين على قد الايد، فاحنا بنعجنها لغاية لما توصل معنا القوام بتاعها. بنحط كمان السمنة، وبعد ما خلصنا العجينة بتاعتنا بنحط سمنة كده من فوق في الوش كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده بنغطيها وبتسيبها تخمر لغاية لما ترتفع، تبقى لفوق كده ترتفع. وبعد كده هنوريكم في المرحلة الرابعة ان شاء الله. كنتم معنا في قناة تعلم معانا.